كالعادة المملكة تستقبل الحجاج كل عام بمشاريع نوعية، ومن أبرزها هذه السنة مشروع كيدانا الوادي السكني بمشعر منى. عدد ضخم من الغرف والوحدات الفاخرة اللي توصل طاقتها الاستيعابية ل 30,000 حاج وبمساحة 165,000 متر مربع. مشروع كيدانا الوادي جزء من 20 مشروع في المشاعر المقدسة نفذتها الشركة في موسم حج 1445 لتوفير السكن والأجواء المناسبة للحجاج في المشاعر المقدسة. 10 أبراج سكنية، وكل مبنى مكون من 5 طوابق، ويحتوي المبنى الواحد على 143 غرفة مجهزة بكافة الخدمات وبجودة عالية لخدمة ضيوف الرحمن. شركة كيدانا ذراع تنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهذا المشروع لجل تكون رحلة الحجاج أكثر راحة وطمأنينة. تحتوي هذه المباني السكنية على عيادات طبية للحجاج ومصليات وصالات طعام ومطابخ مركزية وغيرها من الخدمات اللي تمكن الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وسهولة. لأخبار 24، نشمي القحطاني من مشعر منى بمكة المكرمة.